والله احنا بنبدأ يومنا من صلاة الفجر، يعني احنا بنبدأ يومنا بصلاة الفجر، وطبعا بعد صلاة الفجر بنبدأ ان احنا نعد المكان للمصلين ونعد المكان لرواد مسجد ستنا سيدة زينب، ان هم يعني نقدر نقوم على خدمتهم ونقدر نقوم على راحتهم في مسجد ستنا سيدة زينب، لان مسجد ستنا سيدة زينب ده يعني بالنسبة لنا احنا في قلوبنا، يعني احنا في قلوبنا، حتى الواحد لو مننا روح البلد ما يعني ما بيلحقش يوم او يوم وما يبقى عاوز يجي يقعد في مسجد ستنا سيدة زينب ما بيقدرش على بعد مسجد ستنا سيدة زينب. روحت كم مره في رمضان؟ مره او مرتين. مره او مرتين، مرة بس أو مرتين. طول الشهر؟ طول الشهر. وما شاء الله مقيم بقيه الشهر هنا في خدمه عمار مساجد ستنا سيدة زينب او رواد مسجد ستنا سيدة زينب، ان احنا نوفر لهم المناخ المناسب ان هم يقدروا يعني نساعدهم ان هم يعني يقدم مناسك الصلاه او كل شيء في مسجد ستنا زينب على ما يرام. الله الله.